الحالة اللي راهي فيها الفنانة عتيقة طوبال. نعرف أنها عاودت أصيبت بوعكة صحية أخرى، واليوم راهي متواجدة بالمستشفى أكيد، وحالتها دهورت. نعرف أنه هي كانت عملت عملية جراحية عندها سنة، وكانت تقوم بلا ريديكاسيون، وتعرضت لسقوط، فقدت التوازن ديالها، والأمر اللي تسبب لها في أنه مضاعفات أخرى أكيد. واليوم شفنا أنه العديد من الفنانين اللي كانوا تحدثوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وحكاوا على الوضع الصحي اللي راهي تعيشه عتيقة طوبال. اكيد احنا نتمنوا لها الشفاء العاجل اكيد يا رب ان شاء الله. عتيقة ما كاينش اللي ما يحبهاش، محبوبة عند كل الجزائريين. ان شاء الله تعاود ترجع صحتها ونشوفوها في ابها حلة ان شاء الله، وبصحة جيدة ان شاء الله يا رب.